بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم يا اصدقائي رجعنا وياكم بشرح مهمات الاسبوع الثالث من الموسم C1S2 الشهر الثالث. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا ما اطول عليكم بالمقدمة، نروح على الاربي وبعدها نروح على المهام. ومثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الثالث، فراح نبدا بالمهمات الذهبيه لان هي صايره بالبدايه، وبعدين نبدا بالمهمات الفضيه او المهمات المجانيه لان هي صايره بالنهايه. فاول مهمه من المهمات الذهبيه يا شباب ويا بنات، وكالعاده يقول لك اختر مهمه واحده من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام، راح نختار من يمين مهمه واحده. فاول مهمه من ذين الثلاث مهام يا شباب ويا بنات يقول لك احسن مركز ضمن افضل 20 في ميرامار 4 من المرات في الوضع الكلاسيكي. هنا طالبه من عندنا حصرا بالوضع الكلاسيكي، طالب من عندك تكون بالتوب 20، يعني تكون يم الاول او الثاني او الثالث لحد 20، طالبها 4 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله. المهمه الثانيه من ذين الثلاث مهام يا شباب يقول لك احسن مركز ضمن افضل 10 في اللي فيك 7 من المرات في الوضع الكلاسيكي. هنا طالبها من عندك بالوضع الكلاسيكي حصرا، وطالبها من عندك بلي فيك، لازم تكون بالتوب 10، تكون الاول او الثاني او الثالث او الرابع لحد 10 7 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله. المهمه الثالثه من ذين الثلاث مهام يا شباب يقول لك ايضا احسن مركز ضمن افضل 20 في سان هوك 4 من المرات في الوضع الكلاسيكي. ايضا طالبها من عندك حصرا بالوضع الكلاسيكي، وطالبها من عندك في سان هوك تاخذ بالتوب 20، تكون اول او الثاني او الثالث او الرابع لحد 20، يعني تكون بالتوب 20 4 مرات وراح تكمل وياكم هذه المهمه ان شاء الله. ذن ثلاث مهام يا شباب تسوون من يمين مهمه واحده، يعني اذا سويت مال فيك ماكو داعي تسوي مال ميرامار وسان هوك. المهمه اللي بعد يا شباب ويا بنات وكالعاده يقول لك اختر مهمه واحده من بين مهمتين. عندنا مهمتين راح نختار من يمين مهمه واحده. المهمه الاولى يقول لك اختر 100 من الاعداء باستخدام الاي كي ام في الساحه. طبعا الاي كي ام كله احنا نعرفها، بس انا لازم اشوفكم الاسلحه لان اكو ناس ما تعرف، يعني اللي ما يعرف هذا هو سلاح الاي كي ام مثل ما تشوفون يا اصدقائي. وطالبه من عندك بالساحه تروح للساحه تدريب الساحه ومباراه الفرق المميته، تقتل 100 لاعب وراح تكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله. المهمه الثانيه من ذن الممتين يا شباب يقول لك اقتل 15 من الاعداء باستخدام سلاح الاي كي ام في الوضع الكلاسيكي. يعني اذا اردت تسويها بالوضع الكلاسيكي تقتل فقط 15 لاعب او 15 عدو، واذا تريد تسويها بالساحه تقتل 100 عدو وراح تكمل وياكم هذه المهمه، وراح تحصلون على 75 نقطه ار بي. خلصنا من المهمات الذهبيه يا شباب، ورجعنا وياكم بالمهمات الفضيه او المهمات المجانيه. فاول مهمه من المهمات المجانيه يا شباب قلت قم بانعاش اعضاء فريقك 20 من المرات في الوضع الكلاسيكي. هنا أنا كل ما عليك يا صديقي انه صديقك من يوقع نوك تعالجه 20 مره وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. طبعا تقدر تسويها بجيم واحد وتقدر تسويها باكثر من جيم. اذا اردت تسويها بجيم واحد تخلي صديقك دمله وتصعد بالسيارة، او هو يصعد بالسيارة وينزل من السيارة وهي تمشي راح يوقع نوك ايضا، او ينزل من مكان عالي. يعني اذا كنت بعمارات سكول تقدر من فوق العمارة صديقك دمله ينزل من فوق العمارة يطفو راح يوقع، وهكذا تسوي هذه المهمة بأسرع طريقة ممكنة وراح تحصل على 150 نقطة ار بي. المهمة اللي بعدها يا شباب يقول لك اقتل 2 من الاعداء خلال 60 من الثواني من الهبوط في الوضع الكلاسيكي. هنا طلبها من عندك حصرا بالوضع الكلاسيكي، وهنا لازم تنزل مناطق حامية، مناطق بها مواجهات، حتى اول ما تنزل من الباراشوت رأسا تقتل لاعبين او عدوين او بوتين وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. تنزل مناطق مثل الحاويات، بوشينكي، المطار، منطقة يعني هواي ينزلون بيها ناس. اذا كنت تلعب لي فيك تنزل الميديسن وهواي تلقى ناس، فتسوي هذه المهمة وتقتل 2 اعداء وراح تحصل على 75 نقطة ار بي. المهمة اللي بعد يا شباب ويا بنات وكالعادة يقول لك اختر مهمة واحدة من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام راح نختار من يمين مهمة وحده. فاول مهمه من ذن ثلاث مهام يا شباب يقول لك اهبط على اي سطح في بوشينكي ارنجل 2 من المرات في الوضع الكلاسيكي. هنا تهبط على اي سطح موجود ببوشينكي. طبعا بوشينكي راح تطلع لكم الصوره على اليسار، فهاي بوشينكي قدامكم، تنزل على اي سطح موجود بهذه الابنيه اللي قدامك مرتين وراح تكمل وياكم هذه المهمه ان شاء الله. المهمه الثانيه من ذن ثلاث مهام يا شباب ايضا يقول لك اهبط على اي سطح في لوس لينوس
ميرامار اثنين في الوضع الكلاسيكي، يعني مرتين ميرامار. طبعا خارطة لوس لينوس راح تطلع لكم على الشاشة قدامكم، تنزل على سطح اي مبنى موجود قدامك مرتين وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الثالثة من ذني ثلاث مامو الاخيرة يقول لك اهبط على اي سطح في كوري سان هوك اثنين مرتين في الوضع الكلاسيكي، ايضا راح تطلع لكم الصورة على اليسار يبينيكم هذه المنطقة الموجودة بسان هوك، تنزل على سطح اي بيت موجودة بهذه المنطقة اللي قدامك مرتين وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. ذن ثلاث مهام تسوون من يمن مهمة واحدة، يعني اذا سويت مال ايرينجل بوشينكي ماكو داعي تسوي مال لوس لينوس ميرامار او سان هوك، تمام؟ تحصلون على 75 نقطة اربي. المهمة اللي بعدها يا شباب ويا بنات يقول لك اختر مهمة واحدة من بين مهمتين، عندنا مهمتين راح نختار من يمهن مهمة واحدة. المهمة الأولى يقول لك اقتل 12 من الأعداء باستخدام اليو ام بي 45 في الوضع الكلاسيكي، طبعا هنا طلب من عندك تقتل 12 لاعب، ومثل ما تشوفون يا أصدقائي هذا هو سلاح اليو ام بي 45، تروح بالوضع الكلاسيكي وتقتل فقط 12 أعداء وراح تكمل وياكم هذه المهمة، أو يقول لك سويها بالتدريب الساحة أو مباراة الفرق المميتة، تاخذ اليو ام بي وتقتل 100 عدو بالمستودع بمباراة الفرق المميتة والمستودع وراح تكمل وياكم هذه المهمة وراح تحصلون على 75 نقطة ار بي. المهمة اللي بعد يا شباب ويا بنات يقول لك اهزم اجمالي 20 من الاعداء في ماتريكس العناصر في الوضع الكلاسيكي خطر فلورا، طبعا هنا لازم تلعبون بالوضع الكلاسيكي وتحددون خطر فلورا مثل ما تشوفون، مثلا هنا تروح على المود ومتخلون صح على هذا خطر فلورا مثل ما تشوفون، تخلونه صح حتى تروحون هناك مال ماتريكس حتى تكملون هذه المهمة وتقتلون 12 من الأعداء في ماتريكس العناصر في الوضع الكلاسيكي وراح تكمل وياكم هذه المهمة وراح تحصلون على 75 نقطة أربي. المهمة اللي بعد يا شباب ويا بنات يقول لك التقط مخزن ذخيرة موسع سريع خلال 14 من المباريات في الوضع الكلاسيكي، طبعا الذخيرة موسع سريع راح يطلع لكم على الشاشة تاخذونه ب 14 مباراة، 14 ذخيرة موسع سريع وراح يكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. اي سؤال اي استفسار يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات، وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.